بتبقى عارف وعقلك الباطن واعي بنسبة 100% للحدث اللي انت بتعمله. اما لو جزء من تفكيرك مفقود، العقل الباطن ما يبقاش مركز بنسبة 100%، وخطأ خطأ خطأ. مش ممكن مش ممكن، هدية مجانية، هدية مجانية من امير توفيق. مش ممكن يا امير، مش ممكن يا امير. امير توفيق يعني ما كانش عنده توفيق في اللعبة اللي فاتت. مش ممكن يا امير، يعني كرة ما تدخلش في مين، ما تدخلش في ميكي وسمير، تدخل في امير، يعني حاجة غريبة جدا. مش ممكن كرة يعني لو اتعادت 300 مرة هذه اللعبة. شوف عملها ايه يعني امير توفيق. انا مش عارف كان بيفكر في ايه ساعتها، مش عارف كان بيفكر في ايه ساعتها. ادي التمريرة مرة تانية، وادي اللعبة. محمد حليم عملها وكأنه معزم عليها، كأنه قاري عليها بعض الآيات القرآنية. شوف 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 عملها ازاي، ومحمد حليم غمزها ازاي، وتعدي الكرة ازاي، وكان بيفكر في ايه امير توفيق. يا ترى بتفكر في ايه يا امير؟ هذه اللعبة، واللعبة ما كانتش خادعة قوي للدرجة دي. شوف اللعبة، مش ممكن مش ممكن يا امير. لكن هدف ليه محمد حليم؟